أهلا وسهلا بكم في يومية جديدة عن التغطية الخاصة بنهائيات كأس العرش المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة. طبعا شاهدنا جميع المقابلة الأولى دائما عن نصف نهاية كأس العرش والتي جمعت بين فريقي نهضة طنجة والأمل الصويري، وكذلك شاهدنا جميع المقابلة الثانية عن نصف النهائي دائما والتي جمعت بين فريق الجمعية السلاوية وكذلك المغرب الفاسي. نبقى مع هذه الصور والمشاهد الملتقاة من طرف الزميل دحمان بعيريس. النهايه ما فيهاش فريق قوي، فريق اللي يلعب كره السله ويعرف يضبط الاعصاب ديالو هو اللي يفوز بالكاس ان شاء الله. مقابله النهائيه صراحه احنا ما غادي نخسروا والو، لانه عندنا النهايه كنعرفوا بالله فريق السله فريق عتيد وعتيد جدا، ولكن ما غادي نخسروا ان شاء الله والو، غادي نحاولوا ما امكن نلعبوا اللعب اللي خصنا نديروا باش نحاولوا ننتصروا ان شاء الله. كنظن النهايه غتكون دائما صعيبه، لانه هي نهايه ديال كاس العرش مع اي فريق لعبنا معاه. اللي كاين هو اننا خصنا نحضروا غدا باش ان اللاعبين يكونوا يعني في مستوى جيد من الناحيه البدنيه ويريكيبيريو باش نهار السبت ان شاء الله نكونوا في الموعد ونديروا لقاء جيد ان شاء الله نفوزوا في النهائي ديال كاس العرش.